لاحظت واحد الحاجه ما عرفتوش حتى نتوما تتوقع لكم ولا لا، بغيت نشاركها معكم اليوم. اش كنكون باغا واحد الحاجه، كنكون باغا واحد الحاجه غنحماق باش نوصل لها. ان فوت نوصل لها كنحس بالمتعه في داك المومنت اللي انا وصلت لهذيك الهدف، ومن بعد بحال اللي صافي عادي. ما عرفتش واش نتوما تتوقع لكم هكا، ولكن دائما كاين ولكن مع ساري كول. علاش؟ رغم انني كيجيني هذاك التوسويس ديال ماشي التوسويس، كيجيني هذيك القضيه ديال صافي وصلت لهاد الحاجه بحال اللي تطلع ليا في راسي، نو تنفراني راسي. دابا بغيتكم تقولوا لي نتوما واش كتقدروا تكونتروليو ريوسكم في هاد السيتواسيون ولا لا. انا كنقدر، غير هي مره الامور تتمشي ليا من يديا، مره ماشي ديما. اوكي والله اي كتقولي بغيت الدار، كتوصلي للدار كتقولي بغيت الطوموبيل، كتوصلي للطوموبيل كتقولي بغيت نشري مثلا الذهب، كتشري الذهب كتقولي بغيت الالماس، كتشري الالماس سبحان الله. لاحظت واحد الحاجه ما عمرنا كنقنعو. انا كان كيجيب لي الله هاد الهضره غير هضره وكلام. دائما كنت كنقول هاد الهضره غير زايده، انا بغيت غير دار وطوموبيل ونعيش انا وبنتي تحت ساقه فين واحد ونكونوا غير بوحدنا. ماشي بزاف كنت كنطلب لربي نكون غير انا وبنتي عايشين في الدار. عقلي كان انا كنساكن معايا واحد الصديق ديالي اللي مده 5 سنين وانا كسكريه ليه البيت، كان كيعاوني في الكرا حيت ما كانش عندي الامكانيات انني نخلص بوحدي هذاك الثمن ديال الكرا. وكنت كاريه بيت للصديق ديالي لمده 5 سنوات، وفي ديك 5 سنوات كنت فقط كنطلب من الله انني ولي كنعيش بوحدي انا وبنتي، ما بغيت حتى شي واحد يعيش معايا ونكون كابابل انني نخلص هذاك الشيء بوحدي. وصلت لهذاك الشيء، دابا راه سنتين وانا عايشه بوحدي، ولا 2 ونص وانا عايشه بوحدي، وسبحان الله عاوتاني كنقلب على حاجه اخرى. هي ماشي القناعه، ما نقدرش نربط ان الاحساس اللي تنحس به بالقناعه. انا بالعكس، انا واحد الانسانه قنوعه. انا والله العلي العظيم الا عمرني شفت في الخير ديال الاخرين، ديما كنشوف في الخير اللي عندي وكنقول الحمد لله على هادشي. ولكن ما عرفتش دائما كنبغي، يعني انا كنت كنقول حتى جا النهار اللي وصلني ربي وعرفت ان راه ماشي فاش كتوصلي واحد الحاجه صافي كتهناي، راه كتوصلي واحد الحاجه وكتولي باغا حاجه اخرى. وانا في داك الوقت ما كنتش عارفه هادشي، كنت كنقول نو انا اون فوا نعيش غير بوحدي انا وبنتي، ما يبقاش ساكن معايا واحد الشخص اللي كيعاوني باش نخلص الكرا، هذه هي الدنيا وما فيها. وصلت لهذيك المرحله وقلت نو خصني نصلح داري، وقلت اون فوا نصلح داري نحمد ربي ونشكره. وصلحت داري، ودابا شوفوا في ظرف عام فاش صلحتها دابا غادا نبدلها. سبحان الله سبحان الله يا ربي، الله يعمر قلبنا بالله والله. ودابا غنهضر على اهم حاجه اللي تبدلت فيا، ماشي زعما بال انا ما انتظرتش هاد التغيير غادي يوقع ليا، وشوفوا عجبني واقتنعت به حيت عجبني، ولكن ما عمرني ظنيت انني غادي ندير هاد الكامبيو في حياتي. انا شحال هادي كنت فاش تفارقت مع بابا بنتي، كنت كنقبل على اي حاجه، كنت كنبغي غير الراجل اللي يحن فيا. وتصاحبت، يعني تصاحبت مع شي د الاشكال يا ربي تسمع ليا، تصاحبت مع شي د الاشكال اللي شوفوا فاش كنهضر على هاد الشيء كيغرغروا لي عيني. علاش؟ ماشي على الوقت اللي ضيعت مع هادوك الرجال، على راسي مسكين اللي سمح لراسو انه واحد الشخص يمسو من هادوك الاشخاص، بحال اللي تنحس بالذنب من جهه راسي. والقضيه اللي ولات فيا بدون شعور، ولات فيا هاد القضيه، هي انا قبل ما ندخل في علاقه وليت كنشوف الراجل واش عنده الفلوس ولا ما عندوش الفلوس. دابا نتوما غتقولوا لي ايوا يا ساري كل راه فاش تبغي شي حد راه والله ما يبانوا لك. اسمحي لي، انا كنبغي وكنبغي من قلبي من قلبي، ولكن ربي عطانا جوج ديال اللعيبات، واحد الحاجه ما تنقدروش نكونتروليوها، واحد الحاجه تنقدروا نكونتروليوها، العقل والقلب. انا فاش كنبغي الشخص كنبغيه بقلبي، ولكن عقلي ما كيكونش كيبغيه، كيبغيه قلبي. فاش شنو تيوقع ليا؟ وليت انا فاش كنوصل لواحد مثلا فاش كيلاقيوني الظروف مع شي شخص وكيعجبني وكيدخل ليا لقلبي، كنقول واو ما كرهتش هذا نكون معاه، اشنو تندير؟ عقلي تيفرينيني حيت انا ديجا مترينياه، يعني مدرباه على هاد لي سيتواسيون يقدروا يوقعوا لينا في الحياه.
يعني عقليتي يفريني، واخا قلبي تيعجبو داك الشخص. مؤخرا عجبني واحد الشخص، اي هذا الشيء العام اللي فات، العام اللي فات. امتى العام اللي فات؟ هذه واحد يومين العام اللي فات كان عجبني واحد الشخص. العام اللي فات في 2023 ما فات حتي، دابا حنا في 2024 بقيتش كنبغي. شفت واحد الشخص عجبني ودخل لي القلبي بزاف، ولكن عقلي قال لي انا المبادئ في هذه الحياه ماشي هما الحب، المبادئ ماشي هو انني نبغيك، حيت انا كما قلت لكم ما بقيناش عايشين في عهد فلا والديناصورات، حنا كنعيشو في عهد حسناء والوحش. يعني الانسان خصو يتاقلم مع الجو، خصنا دائما نعيشو مع الجو، ماشي نعيش نبقى عايشه انا عايشه في 2024 وعندي العقليه ديال 2001. لا سمحي لي، الرجال ديال 2001 ماشي هما الرجال ديال 2010، والرجال ديال 2010 ماشي هما الرجال ديال 2020. الزمان والحياه تعلموني انني نتاقلم مع لي سيتواسيون. انا ماشي خايبه، انا ماشي طماعه. ونزيدك واحد الحاجه، ليه همني الامر انك انت او انت تفكرون انني خائبه او خبيثه او مقحبنه او مزببه. اختي اسمحوا لي قلت هادشي، قلت ما خسرتش الهضره. اي ولكن الحياه بغات هكا، انا كنتمشى مع الحياه، انا حيت انا مصاحبه مع الحياه، انا صاحبه الحياه، انا ماشي صاحبه حاجتي، انا صاحبه الحياه. انا كنتأقلم مع الحياة. إلى الحياة مشات هكا أنا كنمشي معها هكا، 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 الحياة مشات هكا أنا كنمشي معها هكا. أنا فقط واحد الإنسانة مسيرة ولست مخيرة. الله قالها، إن عبدي مسير وليس مخير. أنا كنمشي مع الحياة، كيف ما مشات الحياة أنا غدا نمشي معها. فمن مور هاد ألف من هنا 20 عام غنرجعوا للعهد ديال الرجال اللي كيبغيك كامرأة، مش كيبغيك مش كيبغي فيك الترمى والصدر، كيبغيك كامرأة ماشي كيبغيك بزاف ديال الحوايج. بلا ما ندخل في هاد المواضيع، حتى انا غادي نولي كنحب من قلبي. اوكي. وزيدون انا ما تنقولكش شري ليا قصر في البحر، انا ما قلتلكش شري ليا شري ليا ما عرفتش تشراليك ان شاء الله، ولكن خصك تهلا فيا. انا الراجل اللي خصو يكون معايا خصو يتهلا فيا، خصك تهلا فيا بالكادويات. سمح لي، ما قلتلكش شري ليا قصر في البحر، ولكن دار في الغابة. وابتداء من غدا ان شاء الله، عرفتو تنتسنى الطاكسي ما جبتش معايا المرسيدس، مرسيدس خليتها في الالمان. جبتهاش، اكي قدو لها شي عمر. اي الا الا اي الا المانيا. شو هاي دي السيار؟ لا والله كلكم تتسولوني واش ما واش والو. الا ابتداء من غدا ان شاء الله غادي نبدا معكم الطاقة الإيجابية إن شاء الله، حيت هاد العام هذا ما خصهاش تفوتنا الطاقة الإيجابية. هاد العام هذا على الأقل أنت اللي كتفرجي فيها، إلا دخلتي مثلا عندي السبسكرايب ولا الجروب، على الأقل خصك تحققي 5 ديال الأهداف في هاد العام. يعني يالله بادية، يالله بادية في هاد الشي، راه سي نورمال، ما غنطلبش منك بزاف. يعني ما نطلبش منك بزاف ديال الحوايج، لان اصلا العقل ديالك ما غاديش يتقبل هذوك بزاف ديال الحوايج اللي نقدر نطلبهم منك انا. ولكن الا باغا تحققي على الاقل 5 د الاهداف في حياتك، دخلي لعندي الجروب، غنحطو لكم من بعد هاد الستوري هذا. وزائد غنهضر لكم غدا، غادي نكون معكم شويه خينيروس. شنو هي خينيروس؟ اي زعما غادي نسخى معاكم، نكون معاكم شويه سخيه، وغنبارطاجي معاكم لي تكنيك اللي كنديرهم باش كندوز في المطار الشفافه. يا ربي ما كنتش كتفرج فيا شي واحد من هذوك اللي خدامين في المطار، في خبركم حسيت داك الخطره فاش كانوا شدوني البوليس في المطار فاش كنت جيت من المالديف، لحقاش كنمنعوا عليا نسافر، وسلت درت طالاميس ودزت، فاش رجعت ما درتش طالاميس وشدوني وتبعوني، قلت لهم بعدا على الاقل شديتوني شديتوني وتابوناو معايا وتابوناو معايا. يا ربي يا ربي ما يترجم لهم شي حد شنو تنقول. اوكي غدا ان شاء الله غادي نعطيكم كيف ما قلت لكم، غنعطيكم هادوك اللعيبي تيكت اللي كندير فاش كنكون غدا في المطار. زائد واحد الحاجه اخرى، اللي بغى
يحقق 5 الأهداف في حياته. أنا عندما قلت أنا غنوقف معك شخصيا باش تحقق هاد 5 الأهداف في حياتك، تخلي عندي الجروب، تخلي عندي الجروب. ابتداء من غدا غنتاكتيفا فيه، ما كنتش مأكتيفيا فيه هادي وقيل واحد اليومين ولا 3 أيام ملي سافرت لألمان، ما تأكتيفيت لأن سي نورمال فاش كنكون مسافرة أنا ما كنتأكتيفاش لحقاش. أنا عندي غير عقل واحد، ما عنديش 3، عندي 2 العقول، عندي الباطن وعندي العقل نورمال، فما نقدرش نقسمهم على 10. هاد الباطن كيبقى معايا باش الحمد لله ربي كيسر لي الامور، وهذا هو اللي كيتكلف بكل شيء، وهذا باش كنفكر به فين غنمشي ونجي. يمكنش نقسمهم وكل نتحط في الجروب نو. فاش كنكون مسافره كنبغي نبروبي تشار لو ماكسيمو في السفر، كنكون مع حبايبي مع صحابي، الاجواء الرومانسيه شوشويه شي. فما كان ما كنكونش مأكتيفية بزاف في الجروب، ولكن ابتداء من غدا ان شاء الله فاش ما كنكونش مسافره راني مأكتيفية فيه. ماشي 24 ساعه 24 ساعه باش ما نتسماش كذاب، انا ما كنكذبش اختي، ولكن على الاقل كنت اكتيف معهم واحد الساعه ولا نص ساعه ولا جوج سوايع على حسب الموضوع شحال غيكون طويل. كنت اكتيف معهم في الجروب يعني كل نهار كنديديكي اللي هو واحد الساعه ولا جوج سوايع ولا نص ساعه على حسب الموضوع واش طويل ولا قصير. ايش بلي طويل الموضوع ويلي